السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا إن شاء الله سورة المزمل تلوات كربو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الزم القم الليل إلا قليلا نصفه انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا <applause> إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد أطوا وأطأ في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخزا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الظلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه. وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون. يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم